قدم لنا السميه ديالك عافاك. السميه ديالك زيلال احمد. فوقاش بديتي تلعب الكره نتايا؟ 76. فين لعبتي الكره؟ البلايص اللي لعبتي فيهم؟ لعبنا في العرايه. شوف المخلينا تاع فين العرايش؟ فين لعبتي؟ الكليبور العرايش كله لعبت معاه. شكون لعبتي؟ خلينا النافس محصحص اللي خير وجنان بيضاء وجنان كاستية. شنو السنوات اللي لعبتي معاهم؟ لعبتي مع الفرق ديال الاحياء؟ الفرق عبد الرحمن العرايش لعبت مع ورياش رابورتير. انت لعبتي مع الشباب؟ لعبتي مع الشباب؟ ولا ضدهم لعبت معاهم. لعبتي معاهم في شنو الفرقة اللي كنت كتلعب فيها انت؟ اتحاد الريحيين. كنت كتلعب في الفرق هذه. الفترة اللي لعبتي فيها شنو الفترة اللي لعبتي؟ شمن عامات؟ 66 البداية ديالنا في الثمانينات والستينات كنا نقابلوا هذه الفرق هذه. واش يمكن تقول هذيك المرحله اللي لعبتي فيها انت اللعابه اللي لعبوا معاك؟ كتذكر شي لعابه كانوا كانت كره كره صحاح كانوا في الساعات ماشي بحال اليوم. دابا انت كتعتبر اقدم لاعب يعني في الريحيين. شنو يمكن تقول لنا على الفتره اللي مارستي فيها؟ يعني باقا عندك شي حاجه عالقه في الذاكره ديالك؟ الذاكره ديال نهايه كاس العرش ثلاثه القيادات غلبناهم حنا حومه من الساحل قرفطه ريسانا ولعبنا ثلاث ايام و الجمعه السبت لحد النهايه. فين كنتو كتلعبوا البلايص اللي لعبتو؟ الساحل. النهايه في الساحل. كنتو في الساحل. نعم. وبالنسبه لانت من بعد ملي لعبتي الكره شحال من عام لعبتي ديال الكره؟ انا خدمت 76 باقي باقي لدابا وانت كتلعب؟ باقي لدابا عمري ما اعتزلت عليها. يا ولادي راهم سهلة وانا باقي. يعني مازال مازال كتمتع الحمد لله باللياقه وكتمتع يعني بالمهارات ديال الكره مزيان. ماشي على الكره حارت وحتانا مع الاسف. يعني دابا انت غفلتينا والله. انا كان خصني نسجل لك واحد الفيديو خاص وانت كتلعب. مع دابا كنلعب بزاف د الحاجات وهذا وانا عيان والله نقول لك بصراحه. ان شاء الله شي موقع اخرى نعاودوا. وبالنسبه دابا الوقت ذاك اللي كنتوا كتلعبوا فيه انتوما ودابا واش الكره تراجعات؟ واش الكره ناقصه شويه دابا اليوم؟ ماشي هي ديك الساعات. ديك الساعات كان الفرق موجودين. اليوم الكيبوس 7 6 5 ما تصيبش 11 11 قليل. شنو هي الاسباب؟ غير اللعبه ما كايناش ولا لا؟ ما بقاش الناس تلعب كره. ما بقاش عندهم ما كيمارسوش. علاش ما كيمارسوش؟ لان ما كاينش اقل الكره ما بقاش فيها. يمشي هما يخدم على راسه. كاين اللي يحرق كاين اللي اغلبيه مشاو الدراري. دابا انا الاجيال ديالي ما بقي حتى واحد منهم هنا مره. لا بقي حتى واحد يلعب نهائيا. الجلولي عشت معاه الثاني الثالث هذا الرابع ولادي هذو. شكون هما اللعابه اللي كانوا في الريحيين معروفين في ذاك الوقت اللي كنت كتمارس؟ هذا الجاي ذاك الجاي واحد علي لي بورتورو كان واحد سم مصطفى هذاك ولد اختي داز معايا هذاك عاد كان معايا هذاك. كاين شي لاعبين كانوا معروفين كيلعبوا في فرقية صبان في العرايش اللي توا هذاك جا في 83 صابنا الملعب مصغر من تما بدا معنا. كان استاذ ياك؟ وكاين شي لعبه اللي عندكم مارسوا في فرق كبارين بحال شباب ولا شي حاجه؟ لا ما كانش. انا اللي كنت اخترت مع المنتخب الساحل صافي فقط كانت في العام الصباح. لعبوا معنا الفرق طنجه هنايا سيمو منير المرابط هذاك اللي كيدرب طنجه هذاك اللي معايا لعبوا هنايا معنا ثلاثه لعابه راهم دازوا في البرتغال احترفوا في السعوديه لعبوا في المنتخب سيمو منير عبد الاله بن نعيم عبد الاله ذاك جمال اذا كاين اللعابه اللي هنا كانوا كيلعبوا هنا معكم ومشاو في فرق كبارين فرقه طنجه كتجينا تلعب معنا قبلوها مشوا عندهم تما وكانت انا ذاك السي عبد القادر الضيافه كانت الضيافه كيجيو هاد الناس طنجه كتجي هنا للعرايش للريحين العيد كيرحبوا بهم كيدبحوا لهم كهذا عاوتاني كيمشيو تما الناس كيمشيو الضيافه كان داكشي جميل بزاف. سعد السيمو كان عنده 18 عام عندي في 86 كاع عندي انا ثلاثة دراري ودابا انت من بعد ملي عسلتي دابا الكره وداكشي بقيت كتمارسي غير في الدوريات وداكشي يعني واش كتساهم في نشاط الرياضه مثلا في الدوريات ولا في التدريب ولا شي حاجه؟ لا والو انا على الكره صحيح مالا ندرب ما نتكلف بحال نعم. شنو يمكن تقول على الدوريات اللي رجعت دابا يمكن تساهم في احياء هذيك التاريخ اللي فات ودابا لا بانشي شي حاجه ووصلنا مع بنخدمو نتحركو ونمشيو لكن ما صيبناش عاود لهم نقرمو عاود عندك ما نزيد حيت ما باقيش الجيل بحالك تمشي تخدم معاه ولا دراري صغار
سي احمد تقدر تعطينا في المعطيات؟ انا بني 34 عام عندي 32. شو انت كتعرف تقدر تعطينا المعطيات هذا الملعب هذا كيفاش الطريقه حجرتنا دخلتينا كان عاد استدعاك المخزن على الارض هذه المنطقه كان جاي هنايا وغرصه جيت انا خرجنا عنده قلت له زعما الملعب قال لي انا نسكن فيه شي واحد راه تيمشي للحبس قلت له انا نمشي للحبس نسكن شي واحد ايوا اسسنا ونجر وخلاه لنا كان ديك العسري المنطي والحناش كان هي شمن عام هذا تأسس الملعب هذا؟ ها 83 انا اللي اسسته انا اللي بديت نجر فيه انا واش هو هذا الملعب اللي كان احمد الناجي هو اللي دخل عليه الحبس ولا هذا بالجاية في الحناشة واحد اخر في الحناشة ملعب واخر دابا هذاك كيجي يلعب معايا انا اللي علمته هذا كيلعب والملاعب هذه اللي كاينه دابا في الساحل هكا الساحل بان عاد تبدا هذا كل دوار عنده الملاعب ديالو ولكن دابا نشوف انا الملعب اللي احسن هو هذا من ناحيه الارض الارضيه ديالو مشي للغابه الحجر في الساحل كره هذا الملعب اللي نشوفه مزيان لا الملعب واسع والارضيه ديالو مزيانه انا اللي عبرت هذا راه 120 متر فيه في الطول 120 متر عبرنا في ديك السنين هذه سي احمد بصفتك انت راجل الحمد لله راجل دياني تبارك الله عليك ما شاء الله ومحب لرياضه كره القدم شنو القول ديالك في هذا الجمعيه هذه كتنظم هذا الدوري هذا شنو كتمنى لكم في هذا المعهد باقي الحمد لله دوري مزيان هذا اللي يجمع النوادي والكره يقصر النادي احسن تروفي وهذا مزيان واش كتقول على الاستمرار ديالو لان الدعم ما كيلقاش الدعم يعني لاحظنا بان العام اللي فات ما كانش ربما شحال دابا هذه باش توقف عامين عامين توقف وهذا بسبب يعني ما كاينش الدعم يعني على عاتق الجمعيه حتى دابا الجمعيه كتنظم يعني ما عندهاش شي دعم لا بقيت داك الشيء من المال ديالها اللي كاين هنا اللي عندها كيقضوا بحاجه ويقضوا بها الناس